ربع. يا محمد اليابسي بلا مدس عسيري بارد يا رجل. يلا مدس عسيري يا ولد. هذا وانا الشيخ ما احنا على امر. زعلته زعلته. يلا نروح مجلس عسير. ما درت انا لا والله تعال عادي عادي صري تك مجلس العسيري مجلس العسيري. والله بشر يكون البندر من له المجلس. والله يا ابني حلا واجد. لبقوا سياراتكم عند الباب هناك. قل يا الله ثمن يا الله. قل يا الله ثمن يا الله. لبقوا سياراتكم عند الباب. أنا الضيفان فين؟ أنا الضيفان فين؟ عموكم يا ضيفان. لبقوا سيارة. شنو لبقوا سياراتكم. لبقوا سياراتكم عند الباب. والله برد يا عيال. لبقوا هناك. لبقوا هناك. لبقوا سياراتكم. تعال الكروز يار على شخص يقرب شاله. لا اله الا الله. شيء غير طبيعي. سريع سريع. مرحبا والله مشهد. حد عد انا ابو جاي تخالف. بجي بجي جاي تخالف. نعم بجي. كيف الحال؟ علومك طيب. كيف الحال؟ طيب ابشرك زود نعمه ولله الحمد. غير مشكله. مرحبا نل. كيف الحال؟ هذه قهوه ولا شاي؟ طيب كيف الحال؟ طول عمرك يا ربع قدر. يلا حيهم. الله يبقيك ويعافيك. فيصل نيه. السلام. ولا تعبتوا. ولا ندمت. يلا حيهم. الله يبقيك ويعافيك. ارحب والله يحييكم من ممشاكم لين ملفات. مرحبا بالملايين. الله يحييكم. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. والله اللي فرحان فيكم مو بس محمد، كلنا والله فرحانين. الله يعينك. الله والشباب فرحانين. صلوا على النبي يا رب. اللهم صل وسلم عليك. اسلم ابو صالح. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم عليك. هذا خالي ونعم ونعم عمر ابو الرشاد اليابسي مطيري. ونعم حالك. هذا مو صديقي، هذا اخوي سالم بن جديع العاطفي القحطاني. ونعم بحالك. الله يطول عمرك. نبيها الوضع حبي، ما نبيها رسميه مره. اي نبي الوضع بساط احمدي. بساط احمدي. زين يا عمر. صالح من خالد؟ احمد. كلهم. اخر رجال اخر طايق. كلهم. ترشبني ترشبني على الورع. لا ما طايق على الورع. ما ادري انت على خالد ولا على سالم. هذا اخوي. اكيد اني نعم خالد. ونعم ونعم بك وبخالد. الله يطول عمرك. نبي نبدا. انا ودي ابدا انا متشفق القصيد سالم. يلا توكلنا على يوم 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 اني اقول رقم واحد عزلني رقم واحد الى الحين ورقم واحد. ابو صالح ابو صالح اول شيء الله يحيي ضيفانك ومرحبا ابو ملايين من ممشاهم لم الفاض. الله يبقيك. الضيفان نعتبر ذا اليوم حلقه الضيفان. كل الضيفان يبدلوا اللي عندهم. هذول ما هم ضيفان. نعم ما هم ضيفان. هذول راعي محل. راعي محل ما يحتاج. خلهم ياخذوا الراحه. اسلم يا ابو مسفر. انا والله اول شيء انا ما ودي اتكلم قبل ابو ارشاد. لا لا ابو ما يحتاج. الله يطول عمرك. اول شيء مسي عليكم بالخير. الله يمسك بالنور. يعلم الله انه اسعدني وافرحني مجي لكم اليوم. انا اللي بي اللي بيشوفني يقول اني جاي عشان محمد، لكن والله اني جاي عشانكم كلكم. بيض الله وجهك. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني الله يوفقكم. الله يسمع معك ويسعدكم. الله يسمع معك. والله انكم مبدعين. تسلم. وارقامكم قبل اتكلم شاهده لكم باذن الله. والله يجعلها شاهده لكم لا عليكم باذن الله. اللهم امين. اما من ناحيه محمد من ناحيه القصيد وما القصيد والله العظيم من القصيد واجد ولد وكل منكم له ذائق والجمهور له ذائق. الله يجيبك العلم الطيب. طارف الطارف يا رب. بدل اللي عندك. عطنا اللي بخاطرك. وش اللي يقول عدنات ما جابه عدنات ما ردها؟ سالم دمعة صغيرة. شفت اللي يقوله ابي بيتين اللي يقوله يوم وليا بدل لازم اختفوا. هذه انا انسبها لعمري وهي المحسن بن تركي. ونعم هي المحسن بن تركي. الله الله. ونعم واللي لابو تركي ان شاء الله نلي ما يحتاج. ابو تركي اخوان انت. يقول يلا عليك اتكل مع كل حثه مسير. سلام. النفس من دون سترك بايح نسدها.
رحمتك عز ومعزة وامتحان كبير ومدتك تغنيني من العالم ومدها ما بين طمعة غنوي وقناعة فقير حظوظي أسوقها وعزومي أشدها والوقت مثل الهنوف اللي زعلها كثير مهما ترضيتها تشح في ودها يا راعي العرف لا تحرص وخلك شطير والكلمة الطيبة لا جيتنا بدها أرزاقنا عودة سنة دموع الصغير أدنات ما جابها أدنات ما رضيها يا سلام يا سلام صح الله أمسانك صح تبدأ اسلم يا خال والله ما على كلام أبو جديع زود ابدا سالم على ما قيل وجد الم بطل التيمم يعني شاعرنا ما شاء الله يعني تبارك الله مبدع سالم ترى سالم ترى عادين والله من العائله ما يحتاج انا عادين عمري قبل تعدون كفو يعني ما ادري الله يستر الله يجعلني هداك وانتم جميعا الله يوفقكم وتوفيقكم مبارك الله يسلمك ان شاء الله تعالى من نجاح لنجاح باذن الله باذن الله ما تنام قول قصيد خلينا عند سالم دعوه سؤال دقيقه دام الدعوه سؤال خليني اظبط شخصيه حليك الله حليك لا 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 ايش لعبك ها ولا فك الشخصي لا 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 ما لا لا ما يفك ما يفك من ذا الحب قلت عن الشيال حن اي يا محمد اليوم سالم الديع جاك نسيت راسك سالم بن جديع سالم بن جديع ونعم اسمعوا اما سالم الحال زين وردك لنا يا ابو صالح ها بعلمكم دام سالم موجود وخالي موجود والله ان انا نسخه كامله نسخه كامله وعن برامج كامله سالم والله كفو والله اسمع ما الله وفق في برامج سالم ما الله وفق في برامج لكن يمكن اعاضه الله بل خير منها كلها وهو عارف وشي ولو دخل البرنامج هذا ولا البرامج اللي قبل والله انه عن نسخه كامله يعني هذا صالح وش تبغى موجود هالحين من غير قصيد عطنا من الشيلات ابو مسفر انا صالح سمعني. صالح يقول لي هلا هوي مارس ليك هذا اهم شيء رياليتي صافط به سالم مره هم قيم صوتك يعني ما ادمك انا لا تحربوني على طول كذا اصبر شو بدي اسوي سولفوا علي سولفوا خلوني لين ادخل في الجو انا للحين مست نبغى خالك ابو صالح نبغى خالك تدخل يا ريت تدور خلوني شوي خليني اتقهوى عين الله خير وابشر ابو صالح يجيك لا هنت لا هنت لا هموني كذا خليني اتقهوى اسلم يا خالد عندي يا الربع لحظه لا ها قولوا لا اله الا الله خالي ذوي تعرف المتذوق للي يقول المتذوق للشعر لا سمعها الشاعر قال يود هذا وش متذوق لا جاب له إيه المتذوق أفضل من الشاعر أشوفه فخالي متذوق أبو صالح على هالمدح ضار بيجيك كل يوم لا أي والله والله أنا فيكم تجوني كل يوم لحكم ما يا ولد خطير لا أطلع معكم الحين أسلم أخاف أخلي سالم أسلم نأخذ محمد معنا بعيد عن الموضوع ها والله ودي والله أنا ودي والله ما يحضرني شيء الحين أبو صالح أطرك خليتك معي لكن صافي أطرك خليك هنا ولا تجيني إلا بالأول أبشر به وأنا ودي أسلم أخاف والله الان ما يحضرنا شيء ابو صالح شيء طالع شيء احنا ما ندري الجوال شو راح نطلع يعني ما ادري لا انت الجوال ان شاء الله ترك الدوس اللي بيجي الله يطيب اعمالك واعمالك اكل 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 ها جرني محمد حلو هنا ما اقدر هنا تقهو ها تقهو ناسينه في السجن اي والله تعال ظهرني في السجن انا ان شاء الله لا لا انا ما تقهويت لو سالم واحد ما يحتاج هلا بالقهوه انا زوجنا محمد هي ها عندكم من علوم يا الربع لين اي انت عم بي عندي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي الربع انا تكفل بكيكه تدشين ثنائيه بندر وبولب وين الله والله وجهك والله ما ادري ايش اقول يا ابو والله ما ادري اقول الله وجهك ما في كذا اسمع يا ابو مسفر انا وماجد نحاول نقمع الثنائيه هذا وشوف انا اصبح يا ابو صالح ها يوم بس عظا وجهك لن تستطيعون الا 48 ساعة تمدد الله ما كان سعر والله انا ونعم ابو محمد ونعم اشهد بالله والله شوف كيف بعد
نواف نواف لا 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 انا ودي انسب والله بالله نواف دامك واقف سمعنا بالله نواف اوكي صبر انا انحشرت استريح دعوة صباح لي اسرار عن محمد ما ما في شيء يا رجال يا رجال ما جاء ها نحاول نبدش كذا بعد البث نحاول يقول لا في اسرار ما يعرفها الا سالم والله يا والله يا ردنا تعطينا كذا شيء اموري كلها زين يمكن ما يعرفها الا ربي ووالديني وسالم الله يستاهل ابو جد من دون قصور والله كفو اسلم يا سالم عطنا ابو صالح انا يمكن عرفت شيء في ابو صالح او ما عرفت شيء خل صار ابو صالح غير فيني حاجه انا من اول على قولة ابو صالح هو قالها ان شاء الله من حب يقول ميدي انت شوي في فيك نسبه بجاحه يقول انت بجيح اسلم لو تكرم يقول ميد يا ولد قال ميدي متغير وضعي احاول اصير يعني انسان لبق انا لبق يا ولد هم تعترضني كلمت خلاص يختلف وضعي كله الين قمت احسن من وضعي وبعد كلمة أبو صالح والله العظيم أنا من النوع اللي شوي عصبي شوي هيني نزارة شوي أعصب بسرعة أنا أخذتها منك ترى ها ها والله إنك ما أنا والله ما أحس عصبي أتمنى حاولت تعدله أنا أشوف أبو صالح أشوف مثلي الأعلى يوم دخل القناة والله كان تغير وضعي تغير وضعي أنا عقب أبو صالح إني صرت رجال إني أمسك عمري ماني بعصب اتدارك الوضع من اول على طول اقشر ما معي اول ما معي على طول الين غير هذه ابو صالح فيني هذه ثمره يعني معرفه ابو صالح والله انها ثمره براسه الله يطول عمرك معرفته والله انها من مكاسب الله يطول عمرك ابو مسلم هو ما قصر ما اختلف لكن هو اللي يقنبعها والله يقنبعها من اول يوم قابلته يا اخوان بدون بيعات هذا تحت البث يا الربع هم نسوا تحت البث تحت البث هذه بس تحت البث بس سالم باقي ما قد اعطيتنا سر من اسرار عطس تراك مسموع لا مسموع والله ورقه اليوم ورقه يا ابو جدي لا والله والله انك مسموع يا ري انا ما اقدر والله اني ما اقدر لقيت اصلا ان لقيت بس اني ما ادري اسرع ايش عاد نقول ايش نخلي وش اللي نرفزك محمد عندك احمد بعلمك انا اسلم لا ولا في حاجه ابو صالح ما يحبها انك على قولته توندق عليه توندق وين فيصل وين عادي انا فيصل انا ما احب كرر عليه السؤال مرتين تخسر خلاص على طول تخسر والله العظيم هو اللي يوندق انا ارفز بسرعه قبل ما ادخل برنامج انا بالصدق انا جاي وانا زعلان انا ابي منك شاله وارسلت اليوم لعبد الله الجميري ولا ذاك اياها ما حفظتها موجوده بشرفها هاتها الجوال حظ انتم محرومين الله يديني يا ام مسهر جوال اصبر يا قد من عيال على جوال ها انا شيخ اسمع لي ولا لا ما الحين اصبر لين تفك شوي الله من عبرة الخاطر اللي تنزل وترقى الشعر مرسى مشاعر والسهر غصة من أمس وانت سوالفك عن الفرقة حنا بنترك بعض ولا وش القصة سلامتك يا سلام هالحين صح ودك هالحين اسم انا ابي بسمع صوتك تراه يقفل ملفي يقفل ملفك يا نوافقه ما انا والله زيك سمعني اسم ابو مسلم يعني موجود شاعر في الكامل كذا رياليتي انا والله وقبلها ما شاء الله رجال انا ان شاء الله اسلم يا ابو جدي اللهم صل على محمد اسلم صدق يا عمي سبقتي على انا ما عليه يا عمي يقول ليه اذا كلمته خصم ليش يا ابو صالح عطني لا تكثر طرف الليل والدمعه ورا الدمعه والعرب ما
سبات دموعي ضيقتي ما تعرف السبت والجمعة ضيقتي مستمرة طول الأسبوعي أحسب شوفته سهلة مثل سمع وأثره صعب علي من حبة الكوعي وأثره صعب علي من حبة الكوعي يا سلام يا سلام عليكم يا جماعة صبر هذا ريال ريال ما شاء الله يا طول العمر ما شاء الله يا خال لبيك صل على النبي صل على النبي شنو محمد كوبيلست اللي بيشوفني ترى يشوف محمد واللي يشوف محمد يشوف مر ابشر والله والله اني صادق والله اني صادق جاني ما عدل انا ابو صالح واحد سوا في انشاد في قصيد ترى شاعري الربع هذا والباع ترى شاعري لا لا سالم 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 هذه العلوم عرفناها في زوايا ولا زوايا زوايا انا ابغاك تطلع منها بيت ولا بيت زياده نبغى نسمع انا ما بشعر انا محمد من حقنا نسمع انا منشد فقط والله ان شاء الله انك تسمعنا تفجرني ما فيني من كفر لا لا انت اعطيتني بيتين بكل يوم عطنا ظهر لنا لا لا عطهم شيء يعني شيء ما جاء في زوايا بما انك ثريت علومي في زوايا عطهم شيء انا مو عندي الا ثقيل عندي طلعك مع الباب تبون شو تبون عندك ولا عنده عنده يلا يلا ايش تبون بس علموا حسب عند محمد اصدح بما تود به انا اذكر مره سالفه صارت لي انا ابو صالح كنت انا وياها طوال العمر مسافرين للجنوب مره طلع المهم اعتمرنا وخلصنا ورجعنا الرياض الرجل وجه لها في حائل وانا وجهت للديره الوكاد يمشي ذاك اليوم لا عندنا زواج واحده من عيال عمي الله يوفقه عاد حنا انقزوع ونلعب والليل مش مع الامور ودنيا والله ما حلمت ولا علمت الا السناب هجيني الا ابو صالح الله يهديه من قرع على الخط ويصور الموتر والله الموتر رايح نتعوي لا احس ولا خط الوكاد وانا اطلع من الزواج واليوم الثاني وانا عند ابو صالح في حائل الله يطول عمرك هذا من طيبك والله ابو مسفر وقعدت انا ابو صالح في حائل يمكن هذه اللي علاقتي انا ابو صالح ان شاء الله انها قبل جانا لكن هذه يقول الشده اشتدت الشده اشتدت يا اخوان الوكاله جيت ابو صالح في حائل واكرمنا الله يكرمه لكن انا اقول حاجه ابو صالح انا ما عرفت ابو صالح صح ولا لا مجيته في حائل يقول ما تعرف الرجال صح؟ ألين تجي في ديرته؟ ألين تجي في ديرته؟ والله الربع إني أنا أقومه وجلسة وإنه في العلم الطيب إنه أسبق مني. ما جي والله العظيم إني صادق. ما جي والله إلا من بعدك أبو مسلم. أنا بنصحكم نصيحة عن أبو صالح. إن شفت أبو صالح بعض المرات يعصب ولا خاطره ماش ولا يبي ينسحب. ابعد عنه. تقوا علي. لا ايه عادي القولون يا اخوان ترى عني قام علي بغيت احنا وانا ابو شوف ابو صالح اذا عصب اسكتوا عنه ابوك دفيت عنه يفور لا عصب لا ناقشته وزاد لا سكتوا منه احنا من دونك شفت انت عدى الحد هذا عني انا مالد ابد ترى وين انت بعد 40 ساعه قبل مالد لا ابو صالح ان شاء الله ياسر باذن الله يا رب صل على النبي انا عندي توصيه ابي اسمع من الرجال اللهم صل وسلم من الرجال نعم الرجال يسج واجد واللي سج اللي سجد انه يكتب انا سجدت شويه اسلم اسلم وايش تبي قصيد عطنا قصيد عطنا ايش قول كامل عندنا يلا طول اعماركم هي شيلتن هنا ودي اشيلها اسلم شيلها بس ابي لحنها كان تبحث عنه انت اي لا جا 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 اللحن يا كثر قرشي هي لا للحين هي جاء جاء شكرا عم منيب هذه واحدة توفت أمها الله يرحمها كتب لها قصيدة وآخر شطر في القصيدة خلاها على لسان حال أمه
الله يرحمها رحمه الله. يقول كم تمنيتك تجي فالحلم مرة جعل جنات الولي داري ودارك عاد بيتك فيه من مطاك جرا عدني بابقى على حلم انتظارك ما دفنتك بالرمل مثقال ذرة يوم كل عند قبرك جاي شارك كنبه صوت من القبر يتشره كيف تدفن من يحبك يا مبارك كيف تدفن من يحبك يا مبارك سلامتكم تسلموا راني خبصت اللحن شوي وخبصت الاداء لكن في كل الاحوال تمشي الله يزين فالكم مع مالكم يطول يطول عماركم يطول عماركم عطنا عطنا من اللي متذوق فيه انا ما ادري الصوت واضح الحين لا واضح مره بيجيك سبيكر الحين يا منيب معك الشيخ تفضل اطراء بسيط بس لابو صالح احنا والله للامانه مؤمنين تماما بموهبه محمد الله يطول لكن احنا ما توقعنا مدى التاثير اللي بيسويه في المجتمع اللي حوله بالاخص قروب الاستراحه بالعاده الاستراحات بنوت مباريات فقط لا غير الان صار شغلنا الشاغل ابو صالح شغل بدايه طف بدايه تعال يمين يسار وصلنا لمرحله اللي يقول فيها الشاعر دوائي سروري تعتريني وهو مسرور على وجه البسمات كانها على وجهي يا سلام اذا ابتسم ابتسمنا واذا زعل زعلنا واذا اسفهل اسفهلينا لذلك ابو صالح الله يوفقك دائما وابدا ان شاء الله نشوفك من اعلى لاعلى باذن الله الله يوفقك والله يا ابو صالح ان نغبطك عليهم الله يطول عمرك الله يطول عمرك ابو صالح يستاهل يستاهل ختام خليك مبتسم ودائما كويس عشان يكونون مبتسمين عشان الشده تشتد ختاما ختاما يا اخوان بنسمع بيتين من ابو مسفر وبنتقابل ان شاء الله معهم عقب البرنامج ولا لا طلعت انا برايم ولا طلعت اطلب طلبه أطلبك طلبة اسلام انا محمد اعرفك انا ما اطلبك انا امر عليك وتامر عليك ابشر بي عقب ابو مسفر بنسمع من الرجال على خشم تم لازم والله الله يطول عمرك لا بس كبروا لنا تراكم انتم العاده عندي اسلام يقول هذه ثلاث ابيات يقول تحرري من قيود الصمت ماني غريب انا اللي غبت من ياخذ بيدك بعدي لا تندبين الليالي والزمان الشحيب تحرري من مقام الله الله تحرري من قيود الصمت ماني غريب انا اللي غبت من ياخذ بيدك بعدي لا تندبين الليالي والزمان الشحيب ترجلي عن مقام الهينه وابعدي يا مستحيله لو الرب كتب لي نصيب والله ما يحضن ذوايب والله ما يحضن ذوايب طيف كل ايدي بدكم عيدها عشان عيد انا بقولها اصلا بقول عيد تحرري من قيود الصمت ماني غريب انا اللي غبت من ياخذ بيدك بعدي لا تندبين الليالي والزمان الشحيب ترجلي عن مقام الهينه وابعدي يا مستحيله لو الرب كتب لي نصيب والله ما يمسك ذواي بطيف كل ايدي يا سلام يا سلام صح الله يا سلام اسلم يا خالي انت تعرف اني متذوق ولا استوي شاعر اي نبي 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 من اللي انت متذوق منه من الذوق على قولتهم طيب صلوا على سلم عليه يقول لك يا أتخيلك صبح فهق ساد لليل السلام وغيم يبلل فيه حضوره حروفي حروف واستاذنا الدلة وكب الفناجيل ويسري على رمض المقادير جوفي ما خفت في عمري وجيه المقابيل إلا في هذا الوقت يا قو خوفي خايف أشوفك قطرة في رجاسيل وما تاسع في جوج الأراضي كفوفي السلام السلام ختاما يا إخوان أنا والله ما ودي نودك مودي اني امشي معكم والله كلنا ما ودنا لكن ودي يشغلون الشيله ختاميا
الختام عندنا احنا يا محمد رقط على الوالد. ها لبيه اسلم. قد قال ابوك اللي على نهجي مشيت ولا انحرفت كن اولا واترك مكان اللي يلي اللي يلي. يا سلام ان شاء الله ان شاء الله بنشوفك في النهايه باذن الله. باذن الله باذن الله باذن الله. عندك الموضوع كله ابشروا بي باذن الله. صلوا على النبي الربع. يوصى واحد ما في سنع ابو صالح السنع فيه والعشاء في عينه ان شاء الله ما يوصى. ومن يوم دخل البرنامج وحنا شايفين العلم الطيب فيه والعشاء فيه ان شاء الله. وباذن الله باذن الله انه مشرف لقبيلته والربعه واخوانه ومشرف لنا كل ابونا والكل طيب. ابشر عفاكم سلامة الجميع ان شاء الله. نعم الله يطول اعماركم. الله يجعلني ان شاء الله عند اسلم يا ابو صالح. الله يجعلني ان شاء الله عند حسن الظن. والله يجعلني ان شاء الله عند الهقوة. فوق الهقوة عند الهقوة ما يحتاج. انا انت عند الهقوة مزود. الله يطول عمرك. استاهل ابو صالح. نسعى ونجاهد ونحاول والتوفيق بيد الله. الله يوفقني ان شاء الله ويوفقكم. وعدنا ان شاء الله على ستيج انت وياه. وعدنا ويش على ستيج عقب الهرج هذا برقد في الساحة. أقوم يا أبو صالح والله أنك أنت ولا حد غيرك حتى من الشباب إن كان هلي حتى أنا وقعت الشباب نفس الشعور ذا. فبشر بالسعد روح بس. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. شغلوا لنا الشيرة. يلا شغلوا لنا الشيرة. عم منيب عاد يقول عم منيب أنا بقول إيه قول عم منيب إيه بسم الله بسم الله. نبي الشيرة ختاميا احنا نبي قصايد. يا عمري بعدين تراك انا اعزك عشان رفيق محمد اعزك عشان حاجه الباب تشبه الواحد اسمه بني. يا عمري حدود شهر 23 كان يدرس معي في ذمه الولد. يا رجال انت ما شفت شعره والله في ذمه وانت مقبول بعد. لا وكلاش وشتا مزد رصيدك دوم غير 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 زد رصيدك فرحة ولمة حبايب وذوق عالي مستوى والبال طايب في بداية كلنا أهل وقرايب وشتا مزد رصيدك الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. بيجي حقت الشيخة حق كلمات سالم. 3 2 1 يا سلام الله على اللي يشرفنا
شيخ انت الحقيقه وشيخ انت القناه ما انتهى بحاجات مدايع ودافع معلوم الفد وكل وجهه اسود من الليل ودجاج على شكله في عيال ادم وحواش وجع على شكله في عيال ادم وحواش وجع. يا سلام صح الله لسانك صح خلك مع خالك ابى اطلع بطلع مع خالك بطلع مع خالك تبيني روح مع خالك لا شفتونا في الشاشه اضحكم مثل ما تضحكون ما عليك انزل ما عليك ها لا تشيل ها لا تشيل ما ادري يا يقول لي سامي والله اني احب ما عاد وراها اصبر اصبر ابى سالم اي والله العظيم والله انكم تستاهلون الله يطول في عمرك ما يحتاج ما اللي مخب... اللي عندكم خبر لا جينا نجربكم مره هاك الله يطول في عمرك تعال يا سهيل يا مرحبا لحد يطلع لحد يطلع خصم محمد الحاله الشيخ سالم هو فوج سالم انت